السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستر فين؟ ايه؟ المستر فين؟ مش عارف. ازيك يا مروان؟ ازيك يا إلسا؟ الحمد لله، السلام عليكم. ايه ده؟ ايه السرسجية دي؟ ايه لا السرسجية تمام، دي؟ ايه السرسجية ازي دي؟ حضرتك يا مستر؟ ازيك يا إلسا، عاملة ايه؟ الحمد وانت يا لله. مروان؟ ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ اه ما خلاص، بس جت البت سرسجية، الوضع يعمل لي ايه؟ دوكوموس. على خير على خير على خير. ايه الزوم مش عايز يفتح ليه؟
يلا يا شباب سموا الله. يلا يلا ايه رأي يا بسرعة، مروان؟ السؤال الأول حدد المراد من كلمة راسخ في السياق الذي وردت به الفقرة الأولى. إلزا. ما الفكرة التي تتناولها الفكرة الأولى؟ حدد من بين البدائل التالية الاعتقاد الراسخ بشأن الجمل. مستر، نعم. هو الفقرة اللي آخر حضرتك آخر مرة عطتها لنا واجب دي كانت صعبة شوية، ما يعني أنا الحل اللي فيها ده كنت حله بالعافية حبتين. يعني حليتها صح ولا غلط ولا عملت فيها ايه؟ ما حضرتك اللي أنت حضرتك مصحتي اللي قلت لي هو كله صح ما عدا اتنين، لا بتاعت ستة وأربعة بس، هي كان بتاع نفسه الفقرة نفسها كان ما عرفتهاش قوي يعني. اكيد فيها تريك، اكيد فيها تريك. ما اه المهم ركز دلوقتي في اللي احنا بنعمله. حاضر يلا يا انسه رقم 4 ايري. والله انا كنت بقرا مروان قاطعني. معلش احنا اسفين. حدد في ضوء ما جاء في القطعة من معلومات المدة التي يستطيع الجمل خلالها تحمل الجوع والعطش. تمام يلا اعمل حاجة. وآخر 5 أيام. يعتبر السنام الذي أيوة يعرف بالجمل. يلا يز. يا ثانية. حد مما يلي سبب قدرة الجمل على الاستغناء عن الطعام والماء فترة طويلة. حلو أوي. يلا نقرأ الفقرة. مين اللي يقرأ؟ ايه انت يا سبدأ. أوكي. يسعى الجمل سفينة الصحراء. يسمى يسمى الجمل سفينة الصحراء لأنه يستطيع أن يعيش في الصحراء دون طعام أو ماء لمدة 6 أيام، قد تصل إلى 10. وهناك اعتقاد راسخ بأن الجمل لا يحتاج إلى الطعام بشكل منتظم، ولكن هذا ليس صحيحا. فالجمل مثل سائر الحيوانات يحتاج إلى الطعام والماء بانتظام، لكن يستطيع أن يخزنها لأيام كثيرة. يوجد للجمل سنام كبير على ظهره يخزن فيه الدهنيات، ويصل وزنه إلى 45 كيلوغراما، 45 كيلوغراما. وهو يستخدم الدهن المخزون كمصدر للطاقة خلال رحلته الطويلة في الصحراء. كما يوجد في بطن الجمل كيسان على شكل دورق لتخزين الماء، وحين لا يجد ماء فإنه يلجأ إلى هذا الماء المخزون. فهل عرفت لماذا يستطيع الجمل أن يستغنى عن الطعام والماء لفترة طويلة؟ ايه رأي مروان؟ للجمل قدرة عجيبة على تحمل المعيشة في الصحراء حيث ارتفاع درجة الحرارة وقلة الماء والغذاء، ومن الصفات التطورية لدى الجمل أنها ذو أذن صغيرة غريزة الشعر حتى لا لا، تتعرض غزيرة، غزيرة الشعر. غزيرة الشعر حتى لا تتعرض لضرر رمال الصحراء، والعين مزودة بإيه؟ صفين من الرموش طويلة للوقاية من الحصى والرمال المتطايرة، والأرجل المس إيه؟ إيه المزدوج دي يا مستر المزدوج؟ رجول مزدوجة مزودة، مزودة فيها يعني إيه يعني مزودة بخفين. بخفين إسفنجي لين أيوة. يتمكن بها من السير على الرمال الناعمة، والسنام يختزن فيه الدهون ليقوم بحرقها خلال عملية التنفس حين تتحول الدهون إلى طاقة تمده باحتياجاته في فترة الحرمان من الطعام. والمعروف أن الدهون تحتوي على طاقة أعلى بكثير من الطاقة المخزونة في الكربوهيدرات في صورة نشا أو جلايكوجين. ماشي يلا يا إلسا. اوكي.
والجمل العربي ذو سنام واحد ضخم سوري والجمل العربي ذو سنام واحد ضخم ويعيش في الوطن العربي وأفريقيا وشبه القارة الهندية. أما الجمل ذو سنامين فهو يستوطن آسيا الوسطى، حيث يكون الشتاء باردا، فهو مكسو بمعطف شتوي يقيه برد الشتاء. وأرجله قصيرة، في حين أرجل الجمل العربي طويلة لا تبعده عن حرارة الرمال ما أمكن ذلك. تمام، من حلو قوي. أولون العرب. طيب نبدأ أول سؤال. إلسا، يسمى الجمل، أربي الجمل بثلاثة شكر. ها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لا مش مظبوط. أوبا، يسمى يسمى ده فعل مبني للمجهول. مفعول يا مستر؟ إحساسك صح لكن إعرابك غلط. لما يكون الفعل عندي مبني للمجهول، يعني مش عارف مين الفاعل، بيجي لي المفعول مفعول به. به لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف. طب هو ده اسلوب غلط. اختصاص؟ لا، بيديني حاجة اسمها نائب فاعل. نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. إحساسك بيكون إن هو مفعول به، لكن إعرابك بيكون نائب فاعل. طب أنا عرفت إزاي إن ده فعل مبني للمجهول وإن الكلمة دي نائب فاعل؟ لأن الفعل أوله ضمة ومعرفتش الفاعل بتاعه. يسمى الجمل، ومين اللي بيسميه؟ معرفش. يبقى دي نائب فاعل. تمام يا مروان؟ تمام يا مستر، تمام يا إلسا؟ تمام. يعني انا كان ناقص بس اقول نائب فاعل وكنت اخد ايوه، الثلاثة. الغلطة في مرفوع الزمائن. نائب فاعل، مرفوع علامة رفع الضمة. طيب، 6 أيام يا مروان. أيام بثلاثة شكر. إلسا، شايفس. لا، مضاف إليه. غلط. بعد الأعداد بيجي تمييز. بعد الأعداد بيجي تمييز. ماشي. وعندي من 3 ل 10 التمييز بتاعهم جمع مجرور، يعني كلمة أيام كده تعرب تمييز مجرور وعلامة جر وكسر. تمام؟ تمام. تمام. يلا يا عز، أول سؤال. المراد بكلمة راسخ؟ ثواني، اعتقاد راسخ بأن الجمل لا يحتاج إلى طعام بشكل منتظم. شامخ. غلط. لا إله إلا الله. مروان، ثابت. 2 شكرا. ما الفكرة التي تتناولها الفكرة الأولى؟ طب حضرتك بتطلع ليه؟ مش في الإجابات. ماشي، أنا عايز أجيب لك الفكرة مع ال نظن انها وظيفة سلام الجمل. مروان. لا إله إلا الله. أيوة، ما الفكرة التي تناولت إحتاج الجمل طعم ما بانتظام وظيفة سلام الجمل؟ قدرة الجمل على تحمل الجوع والعطش. الجمل يخزن الماء في البطن. وظيفة سلام الجمل. غلط. الإجابة قدرة الجمل على تحمل الجوع والعطش. يا ريتني قلتها. طيب والنبي، خدوا القطعة سكرين شوت. أو أنا استنى. ليه؟ أنا هبعت لكم الامتحان على الجروب.
يلا افتحوا الامتحان. دكتور، طب ما انا المشكله التليفون اللي بتاع الواتس مش معايا، انا بقى التليفون كنت بعتولي في شات الزوم. يعني ايه مش فاهم؟ مستوى الزوم، الزوم في شات ابعته لي. اكيد يعني. طب انت عندك انهي رقم اللي شغال على الواتس يا اتس؟ 011 آخر 14 18، بعثك عليه. استنى يا الكمبيوتر عندي بطيء. قلت لي استني، قلت لي رقم، ابعت لي. بعتلك ايوه شطره شطره شطره، ده اللي معاك الواتس بتاعه صح؟ اه عندك اهو. يلا فتحت الامتحان يا مروان. فاتحه يا مستر. وانت يا إز؟ هو نفس الامتحان النموذج الأول نفسه؟ ايوه. تمام، أدي أول إجابة قلناها ثابت. يلا السؤال اللي بعده. حضرتك قلت قدرة الجمل على تحمل الماء. سؤال رقم 3. يلا يا عز. حدد من بين البدائل التالية الاعتقاد الراسخ بشأن الجمل: لا يحتاج إلى الطعام بشكل منتظم، دي الفكرة الراسخة. أي مستر؟ تاني هذه رقم كام ده؟ رقم ب. 3. شكرا. يلا يا مروان. حدد في ضوء ما جاء في القطعة من معلومات المدة التي يستطيع الجمل خلالها تحمل الجوع والعطش. ثانية. ستة أيام. شكرا. اعرب ايام باتنين شكر. هاكل تمييز. ماله؟ تمييز منصوب. أنا أدرك غلط. قلت من 3 لـ10 التمييز بتاعها تمييز مجرور. تمام. تمييز مجرور وعلامة جر الكسر. يلا إلسا. حاضر. سوري. دي بس عشان بتاع خطه رفيع. تمام. دي واحدة. يعتبر السنام الذي يعلو ظهر الجمل. خزنة للطعام. مستر صح. عمرو، شكرا. استنى، وانا كده جمعت كام شكر لحد دلوقتي؟
ما اعرفش انت غلطتي في اول واحد وتاني واحد، انت كده ليكي ايه ثلاثة ثلاثة؟ شكرا دخول، انت كده عندك اربعة. اربعة شكرا، لا خمسة، خمسة، السؤال لا رقم اله الا ثلاثة الله. والسؤال رقم خمسة والثلاثة بتاع الدخول، وانت يا مروان اربعة. لا انت، انت لا انت سبعة. على فكرة يلا صحيح، التقدير بتاعتي يا مستر اللي حضرتك كنت عاملها لك ما عملتهاش. لسه يا ماما، ده في نهاية السنة خالص بعد ما تخلصوا امتحانات. يلا اللي بعده. حدد من طب مهاري المروان سبب قدرة الجمل على الاستغناء عن الطعام والماء لفترة طويلة. يا مستر، لا يعني ايه حمضيات؟ اللي هي عارف الاسيدز، اه عارف الاسيدز. هي دي الحمضيات. تمام، الحمض والقلويات. ما انا ما اعرفش عربي لانها لغات. الله، طب ما انا كمان لغات. لان الجمل يستطيع تخزين الدهنيات والماء. شكرا، فقرة اللي بعدها نرى الأسئلة. ثلاث أسئلة. حد من ميالي انت مرادف عراها. ها تنتج العلاقة التي تربط بين الفقرتين الأخيرة بالفقرة السابقة. كيف تصل كيف تصل أمتنا إلى الصدارة الحضرية في رأي الكاتب؟ تمام، اقرا القطعة. مروان بقى، اقرا يا مروان. إن قضية الأخلاق وما عراها، يعني عراها عراها من وهن أمر جلا. إنك لا تستطيع بناء قصر شاهق دون دعائم وأعمدة وشبكات من حديد، ولا تستطيع بناء إنسان كبير دون أخلاق مكينة ومسالك مأمونة والجملة من خلال توارث الثقة. تورث الثقة. توارث الثقة. يلا عز. تمام، ثانية بس، ثانية. إن قد ثانية. لا وعندما وعندما ترى مجتمعا صارما في مراعاة النظام، دقيقا في احترام الوقت، صريحا في مواجهة الخطأ، شديد الإحساس بحق الآخرين، غيورا على كرامة الأمة، كثيرا عند الفزع، قليلا عند الطمع، مؤخرا إرضاء مؤثرا إرضاء الله على إرضاء الناس، عندما ترى هذا خلال تلتقي في مجتمع ما، فثق أنه يأخذ طريقة صعودا إلى القمة. برافو. إيه ده؟ يلا بس ثانية. إيه الجملة الأخرانية اللي متعلمة بالأحمر بعلاقة يعني مؤثرا إرضاء الله على إرضاء الناس؟ إيه المقصود بالجملة دي؟ مؤثرا، مؤثرا مؤثرا يعني مفضلا. تمام. تفضل. وقد كان المسلمون الأوائل نماذج أخلاقية تجسد فيها الشرف والصدق والطهارة والتجرد، ولذلك تصدروا القاطرة البشرية عن جدارة ولا غر. كانوا صنع الإنسان الذي وصفه الله بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وكانوا مضحك روحه العالي، فمشت وراءهم الشعوب تتعلم وتتآسى. لا وتتأسى بتأسى. يعني تمشي وراه. يلا انسى. أما اليوم فنحن نجري ونلحز وراء الشعوب الأخرى دون أن نصل إلى مستواها، لأن وزن الأخلاق عندنا خفيف وارتباطنا بها ضعيف. حصل تمام، ونص. يلا ايه يا اتفضل. مروان. حدد مما يلي مرادف عراها. راها
مش عارف، في المشكلة إنه في اتنين صح. لا مفيش اتنين صح. يعني لا، ما هو مش همستر ان احنا بناخد الاربع جمل بيبقوا صح، بس عايزين الاصح منهم. بس هنا لا 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 خالص هنا عراها افسدها. غلط. انسى. دقيقة واحدة، إن قضية الأخلاق وما عراها من وهن. من وهن وأمر جلل. ما أخلاق وما أصابها. شكرا، اتنين شكرا. مرسي. ثانية واحدة يا أولاد. يلا يا ولاد، دور على مروان. مروان استنتج العلاقة التي تربط بين الفقرتين الأخيرة بالفقرة السابقة. لا، الفقرتين السابقتين. الفقرتين السابقتين، تكامل. غلط. اقرا الفقرتين. اريد استنتج العلاقة التي تربط بين الفقرتين الأخيرتين بالقطع السابقة. أو مروان قال إيه؟ ما اعرفش تكامل. يا ابني، مالكش دعوة، خليها صح. اوكي، يعني أقرأ من الأول ولا أعمل تناقض؟ يلا شوفي الفقرتين الأخريتين بينهم إيه؟ تناقض. اتنين شكرا. تفضل يا أستاذ مروان. كيف تصل أمانتنا إلى الصدارة الحضارية؟ أمتنا. أمتنا إلى الصدارة الحضارية في رأي الكاتب. إزاي بقى؟ تمسك بالأخلاق والدعوة إلى عادات وتقاليد الأجداد قدام الحضارات الحديثة. التمسك بالأخلاق. شكرا. تمام. يلا السؤال 11، في 10 و11 بس، نقرا السؤالين دول. بالمقارنة بين معنى هذا البيت وبين الموضوع السابق، نجد أن اقرا يا مروان. حدد العنوان المناسب للموضوع السابق. طيب نقرا البيت الشعر بقى. إيه؟ أنا؟ أيوه. بالمال والعلم يبنى الناس ملكهم، يبني الناس ملكهم. لم يبني ملك على جهل، لم يبنى الملك على جهل وإقلال. تمام. قل لي السؤال، بالمقارنة بمعنى هذا البيت وبين الموضوع السابق، نجد أن ألف مروان. اتفق الشهر مع الكاتب. والله لا صدق. جيم. اتنين شكرا. والنبي. اه طب اشمعنى؟ طب ليش اننا واحد مش شكرا؟ اختلف الشاعر والكاتب في تناولهما. الكاتب ركز على الجانب الخلقي، انما الشاعر رأى ان العلم والمال هم اساس بناء الحضارة. طب انهون الاصح بصحيح؟ جيم طبعا، لا لان مش في قصدي في الفكرة. الأسئلة، أنهين صح، الكاتب ولا الشاعر؟ الأخلاق ولا المال؟ لا لا كاتب الكاتب طبعا. طبعا. يلا العنوان المناسب. ده دور مروان. لا ده دوري أنا. حضر العنوان المناسب للموضوع السابق.
الكرامة تنهض الأمم، بالأخلاق تنهض الأمم. شكرا. فاهم واحدة؟ يلا بعد كده عندي السؤال رقم 12، القصة. اقرا يا مروان. استنتج استنتج ملحا لا ملحا ملامحا ايه؟ ملامحا ملمحا. ملمحا من ملامح شخصية الملك المظفر من خلال مطالعتك للفقرة السابقة. اقرا الفقر. فرغ الملك المظفر بعد ذلك لمحاكمة الأسرة مع المسلمين الذين ايه الأسرى. الأسرى من المسلمين الذين انضموا إلى التتار وأقبلوا من الشام ليقاتلون إخوانهم المسلمين مع أعدائهم، فقدموا إليه فردا فردا. فقدموا إليه فردا فردا. فقدموا إليه فردا فردا، فكلما تقدم إليه واحد منهم سأله عن اسمه واسم أبيه واسم بلده وعن عمله وحاله من الفقر والغنى، ثم سأله عن التتار ماذا يعتقد فيهم وما حمله على القتال معهم، فكانوا يجيبونه بإجابة مختلفة، فيتبين لهم من الكلام المسؤول أنه لا عذر من اضطرار أو إكراه أو جهل أمر به، فضربت عنقه وإلا بين له سوء وألا وإلا ألا بين له سوء عمله. وإلا بين له سوء عمله واستتاب إيه يا مستر؟ استتابه يعني إيه؟ يعني تابلو يعني غفر له. واستتابه وضمه إلى جيشه بعد أن أعلمه أن حكمة القتل وحكمة أن حكمه القتل، يعني أن قال له حكمه الأول القتل. أنت المفروض تتقتل، بس بعد كده هو غفر له، مش كلهم طبعا. وأن حكمه القتل، ولكنه عفى عنه لما يتوسم فيه من بقية خير. حل يا إدس. استنتج ملمحا من ملامح شخصية الملك المظفر من خلال مطالعك للفكرة السابقة. مشكلة إن أنا مفهمتش أي حاجة من القراءة. طيب القصة أو الموضوع عبارة عن إن الملك المظفر المنتصر يعني كان بيحارب التتار، وكان مع التتار مجموعة من العرب المسلمين شاركوا التتار ضد الجيش الإسلامي. فالملك ده قرر بعد ما خلص من الحرب، قال لك أنا حاكم الأسرى العرب المسلمين اللي كانوا مع التتار ضدنا، ازاي يعني يحاربونا احنا كمسلمين برضو؟ فبقى يسألهم واحد واحد، فكل واحد كان من كلامه يشعر ان هو جاهل او مضطر او جاهل، تمام؟ ضرب عنقه، لكن اللي كان بيشعر ان هو لسه في امل وممكن يجي منه يغفر له ويقول له ان حكمك القتل، لكن انا هعفو عنك وهدي لك فرصة تبقى كويس. يعني جيم حاكم متدام ومتساهل. غلط. غلط. لا كملي كده الجيم دي يا إلسا. لن يعفو عن خوفه برغم ثباته ومخه الخيانة عليهم، وذلك اللي يتعلم فرصة الرجوع والتوبة. طب ايه الغلط فيه؟ شو مروان قولي الإجابة بتاعتك. ألف غلط. ب ب سيطر على الملك تدينه وعدله في محاكمة من أخطأ، وحكمته في الذين يأمل فيهم الخير بأن أعطى لهم فرصة ليعودوا إلى رشدهم. لكن هو مش متساهل يا إلز، هو مش متدين، هو متدين لكن مش متساهل، مش جبار يا مروان.
تمام. اللي بعد حدد معنى كلمة عناهم. يلا يلا عز، أنا ولا مروان؟ ايه السؤال بس؟ ماشي. جملة وإن سر وإن سر وإن سر بعضهم أحيانا أفادت. ميز بين ميال اللون البياني. صاحب الناس، صاحب الناس. صاحب الناس قبلنا ذا الزمان. اللي بعد وإنسى. تمام. تمام. بما تميز الشعر المتنبي. حلو قوي، دي كده الأسئلة بتاعتنا. يلا اتفضل يا مروان. 17. حدد الغرض الذي نتدرج تحت أو تندرج تندرج. تحته الأبيات السابقة. طيب نقرا الأبيات بقى. صاحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تقدر الإحسان. وكأن لم يرض فينا بريب الظهر، حتى أعانه من أعان. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفانى. السؤال الأول مروان. حدد معنى كلمة عناهم. صعبت الناس بقلبنا زمانة، زمانة عناهم، حفظهم، أهمهم، درسهم، أهمهم. شكرا. إلزا يلا بينا. أهمهم. تمام. أوكي. جملة وإن سر بعضهم أحيانا فادت. وإن سر ربما تحسن هي أفادت. ثواني. الاستدراك. غلط مروان. الاحتراس. شكرا. يا خسارة. ليه؟ لأن فيها شرط يا إلسا، وإن سر بعضهم أحيانا، فيها احتراس اللي هو خدوا بالكم خدوا بالكم. 15. يلا يا مروان ولا يلا يا إلسا. تمام. ميز مما يلي لون البياني. صاحب الزمان. صاحب الناس قبلنا ذا الزمان. صاحب الناس قبلنا ذا الزمان. يعني الزمان صاحب الناس. استعارة. شكرا. هو أنا صحيح خدت كام شكر لغاية دلوقتي؟ 10. لا انا ما اعرفش، اللي ما يحسبش الشكرا يروحوا عليه، ماليش دعوه. بما ماشي تميز أنا ما أعرف. شعر المتنبي. يعني ايه المتنبي؟ ده شاعر. المتنبي ده اسم شاعر. تمام. بالحكمة والفلسفة في الحياة، بالمعونة الحفظ الغريبة، تأمل في الكون وجمالهن لا بالسهولة. يعني بالحكمة والفلسفة في الحياة. شكرا. انسى. فندم. حدد الغرض الذي تندرج تحته الأبيات السابقة. حكمة. شكرا. طب ليه مش نصح؟ عشان ما بيوجهش كلامه لحد. ماشي. لو في اساليب انشائيه وبيوجه كلامه لحد اقدر اقول نص. نقرأ الأسئلة. طيب حدد يلا. معنى العلة.
في ضوء الفقرة الأولى، ميز الفكرة الرئيسية للفكرة الثالثة. حدد اللون البياني في قوله للغات تتنازع القومية. قال حافظ إبراهيم. قال حافظ إبراهيم ده كده. ايه ده؟ ده بتاع تاني. إلى أي مدى يتفق البيتان مع ما جاء في المقال؟ يلا كمل يا مروان، السؤال رقم 22 اقرأ. من خصائص المقال الأدب الذي توفرت في هذا المقال. طيب يلا نقرأ الفكرة. إليز نعم. نعمل ايه؟ اري رأيك. القطعة. والشرق مبتلى بهذه العلة. والشرق مبتلى بهذه العلة، ومنها جاءت مشاكله أو أكثرها، وليس في العالم أم عزيزة الجانب. تقدم اللغة غيرها على لغة نفسها، وبهذا لا يعرفون للأشياء الأجنبية موضعا إلا من وراء حدود الأشياء الوطنية. ولو أخذنا نحن الشرقيين بهذا لكان هذه وحدة لكان علاج، هذا وحده فكان هذا وحده علاجا حاسما لأكثر مشاكلنا. يلا فاللغات ايه يا مروان؟ تتنازع القومية ولا هي ولا ولا هي هي والله اه ولا هي والله ولا هي والله احتلال عقلي من الشعوب التي ضعفت عصبيتها. وإذا هانت اللغة القومية على أهلها، أثرت اللغة الأجنبية على الخلق في الخلق القومي، وما يؤثر الجو الأجنبي في الجسم الذي انتقل إليه وقام فيه. يلا يلسى. أوكي. أما إذا العصبية، قوية أما إذا قويت العصبية وعزت اللغة وأثارت لها الحمية، فلم تكن اللغات الأجنبية إلا خادمة يرتفق بها إلا خادمة يرتفق بها. والله ويرجع شبر الأجنبي شبرا لا مترا. وتكون تلك العصبية للغة القومية مادة وعونا لكل ما هو قومي، فيصبح كل شيء أجنبي قد خضع لقوة قاهرة غالبا غالب غالبة، وهي قوى الإيمان بالمجد الوطني والاستقلال، استقلال الوطن. ومتى تعين الأول إنه الأول، فكل قوة الوجود لا تجعل الذي بعده شيئا إلا إنه الثاني. يعني القوي دايما بيكون هو الاول، وبعد كده اي حاجه تانية بتكون هي الثاني. اتفضل يا مروان. حدد معنى العلة في الضوء الفقرة الأولى. والشرق مبتلى بهذه العلة. سبب غلط. إلسا. حدد معنى العلة في ضوء الفكرة الأولى. والشرق مبتلى بهذا العلة، المرض. اثنين. شكرا. يلا يا مروان. ميز الفقرة الرئيسية للفقرة الثالثة. كمان تقوى اللغة بضعف غيرها، قوة الإيمان بالمجد الوطني الظاهر في اللغة القومية، إهمال اللغة العربية بسبب مشاكل الشرق. غلط. إلسا. أول أنا ميز الفكرة الرئيسية للفكرة الثالثة، فلغة تتنازع قومه ولها والله فكرة الشغل التي ضعفت. ثواني. هوان اللغة، هوان القومية. غلط. طيب إيه؟ الإجابة جيم. قوة الإيمان بالمجد الوطني ظاهرة في اللغة القومية. يا لهوي، ايش برضه ما بتروح مني.
يعني بيقول لك اما اذا قويت العصبيه وعزت اللغه وثارت لها الحميه فلن تكون اللغات الاجنبيه الا خادمه. يبقى قوه اللغه هي اللي بيخليها هي الاقوى. انت عارف انا عيني راحت فين؟ فين؟ انا عيني راحت على الفقره الثانيه على انها الفقره الثالثه، عشان كده لا قلت نمبر 2. لا انا عيني نركز. بتشوف غلط. طب يلا 20 مروان. حدد اللون البياني في قولون اللغات تتنازع قومية، دي استعارة. صح، شكرا. اللي بعده حافظ ابراهيم. ثواني، ماله حافظ اه ابراهيم؟ ارى لرجال الغرب عزة ومنعة، وكم عز اقوام وكم عز بعز أقوام بعز لغات. وكم وكم أتوا عز اقوام بعز لغات. اتوا اهلين أتى أهلهم بالمعجزات. بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. إلى أي مدى يتفق البيتان مع ما جاء في المقال؟ ايه من ده؟